كلنا نعرف نقطة انه لما تشغل كروم يستخدم رام جدا كثير، فاذا تبي تعرف ليش خليك معانا. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد ابلوشي، وراح اشرح لكم ليش متصفحات الانترنت تستخدم رام جدا كثير. طبعا اول شيء نبدأ باول شيء، كل تاب انت لما تفتحه في كروم او فايرفوكس او ايدج او اي متصفح، كل تاب هذا يعتبر برنامج لحاله، اوكي؟ يعني كأنك بتشغل برنامج، يعني مثلا النوت باد عندك او برنامج الوورد، هذه التوبيبات هذه تعادل هذيك البرامج، اوكي؟ والشيء الثاني، اذا انت كنت مستخدم تبويبة فيها اشياء، يعني مثلا يعني اعلانات كثير، مثلا بوب ابس، اشياء تطلع لك على الشاشة يعني بشكل كثير يعني او اكثر من العادة، هذه كلها بتشتغل على نظامك انت او على جهازك انت، ما بتجيك من عن طريق الانترنت. هم ايش مسوين؟ مبرمجين الصفحة انه لما انت تيجي تدخلها الجافا سكريبت اللي مكتوب في الصفحة هذاك يشتغل لما انت تيجي تزور هذا الموقع او هذه التبويبة. فبكذا لما انت تيجي توصل لديك الاعلانات او ديك البوب ابس اللي تطلع لك، هذه الاشياء كلها هتشتغل على كمبيوترك انت، ما هي جاية من السيرفر، هذه جاية من كمبيوترك انت، اوكي؟ فهذا سبب من الاسباب انه متصفحات جدا ثقيلة. واذا انت كنت مستخدم موقع يعني استخدم اشياء يعني مثلا رفع صور او اي شيء زي كذا، وبعدين ممكن يعني هو يسوي عليها ذكاء صناعي، هو حيسوي اغلب العمليات اللي يقدر يسويها على جهازك ويرفعها للسيرفر، والسيرفر يسوي عليها مثلا ذكاء صناعي. فخلونا نقول انك تستخدم برنامج جوجل فوتوز، واللي هو تقدر تستخدمه على الجوال وكمان على الكمبيوتر. فخلونا نقول انك رفعت صورة عن طريق المتصفح على الكمبيوتر، فهو ايش يسوي لما انت ترفع الصورة؟ اغلب الاحيان هو يسوي بروسيس للصورة على جهازك انت ويجهزها انها تستخدم من الذكاء الصناعي. فكلنا نعرف انه برنامج جوجل فوتوز مثلا يتعرف على الوجيه في الصورة ويقول لك اساميهم اذا انت سميتهم يعني عن طريق الذكاء الصناعي. وسبب انهم يسووا البروسيسنج هذا على جهازك انه كل ما يستخدموا او يسووا بروسيسنج في الكلاود عندهم اللي هي موجودة فيها السيرفرات، فهم لما يسووا بروسيسنج على اجهزتهم فهيستهلكوا طاقة وسرعة معالج، وهذه اشياء يعني فلوس. فهم كيف يوفروا على نفسهم هذه الفلوس؟ عن طريق انه يسووا بروسيسنج لهذه الاشياء على جهازك انت، شايفين كيف؟ فهذا السبب ثاني انه المتصفحات تستخدم رام جدا كثير. واللي يعرف كمان نظام كروم او اس يعرف انه النظام ذاك بالكامل فيه له كم برنامج هو اللي يعني محمل مسبقا، ولكن اغلب البرامج الثانية هي كلها برامج عن طريق البراوزر او عن طريق المتصفح. فمثلا لو بتستخدم مثلا برنامج جوجل دوكس على كروم او اس هينفتح لك على المتصفح، ما هو برنامج على جهازك انت. وهذا السبب اللي مخلي مثلا اللابتوبات الكروم او اس جدا رخيصة، وهي جدا بعتاد اغلبها بعتاد جدا ضعيف. فهذا مثال جدا قوي في كيف يعني ممكن المتصفح يستبدل برامج جدا كثيرة. وكلنا نعرف ان التكنولوجيا بتتطور بشكل جدا سريع. اول ما بدأ الانترنت كانت كل المواقع يعني فقط نصوص، ما كانت في صور فيديوهات ولا شيء. مع الزمن جاتنا الصور وجاتنا الفيديوهات، والان دحين جاتنا الناس يسووا مثلا لايف ستريمز على هذه المواقع. فالمواقع حقتنا او يعني مثلا الانترنت صار جدا معقد. فهذا سبب اخر لانه المتصفح يستخدم رام جدا كثير. فالان عرفتوا ليش مثلا المتصفح يستخدم رامات جدا كثيرة. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، واذا في اي شيء تبي تضيفه عن المتصفحات وليش تستخدم رام جدا كثير اكتب لنا هو في الكومنتس عشان كلنا نستفيد. كان معكم اخوكم محمد ابلوشي، والسلام عليكم.